مصطفى الصباح، حاصل على الدكتوراه في الصيدلة من جامعة مونبلييه بفرنسا. حدثنا البداية عن المسار المهني. مساري المهني يعني كنا نلخصه في النقط التالية: 35 سنة من الممارسة المهنية، ما يقرب من 20 سنة كرئيس نقابة صيادلة تطوان، 10 سنوات في المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، عضو كذلك سابق في المجلس الوطني لصيادلة المغرب. يعني هذه هي الخلاصة ديال المسار المهني. دكتور، طبعا المجلس الاعلى للحسابات ذكر ان الارباح ديال الصيدلي في كل دواء في معدل كتوصل تقريبا 57%، صحيح ام خطا؟ يعني هل هذا صحيح؟ طيب، الجواب لن يكون يعني قطعيا صحيح خطا، بالعكس. طبعا المجلس الاعلى للحسابات مش واحد الهيئه اللي يمكن تعطي شي حاجه اللي هي غلطه، انما طريقه الصياغه التقرير والطريقه باش تم تداول هذا التقرير من طرف المنابر الاعلاميه هي اللي خلقت واحد النوع من البلبله. بالتالي يمكن لي نقول بان التقرير صحيح على اعتبار انه يرتكز على مرسوم تحديد ثمن الدواء الصادر في 18 دجنبر 2013، انما هذا المرسوم هذا حدد انطلاقا من ثمن المصنع خارج احتساب الرسوم، حدد نسب الهوامش الريح بالنسبه للموزع والصيدلي، وهي نسب تراكميه تصل في مجموعها الى 57%. هنا فين كاين الاشكال، 57% لا تخص الصيدلي، وانما هو هامش تراكمي. هنا فين وقع الخلط، واصبح الصيدلي بقدره قادر هو مليونير في العالم الافتراضي، يتقاضى 57%، ويعني هذه بحال واحد لي تيكيت عنده في الجبين ديالو اليوم، اينما حل وارتاح كيشوفوا فيه 57%. هذا هو دكتور، بغينا تشرح لنا يعني طريقه تحديد ثمن الدواء باش المواطن يعرف الحقيقه هذا الشيء. طيب، باش من يعني باش نسهلوا الماموريه على المتلقي اللي هو المواطن، غادي ندخلوا هنا جوج نقط. كاين المرسوم اللي كان صادر في 1969، وكاين المرسوم ديال 2013. الفرق ان المرسوم ديال 1969 كان كيحدد الهامش الربح الصيدلي انطلاقا من ثمن بيع الدواء، يعني ثمن بيع الدواء اللي هو لو بي بي ام، يتم تحديد واحد الهامش للربح اللي كان 30% فهاد الثمن هذا، ثم يتم كذلك تحديد هامش ربح الموزع. الفرق مع مرسوم 2013 هو ان المرسوم 2013 ينطلق من الاسفل، الى بغينا نعمل واحد الشيما، ينطلق من الاسفل، اي الثمن المرجعي هو ثمن المصنع خارج احتساب الرسوم. ونفتح واحد القوس نقول ثمن المصنع يتم او لحد المرسوم بناء على واحد التحليل اللي هو يعني يرتكز على مقارنه مع بعض الدول المرجعيه اللي هي 6 دول، اللي هي بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، المملكه العربيه السعوديه، تركيا. 6 دول. اذا هذه الدول المرجعيه كتم واحد المقارنه اللي كيتسمى باللغه الاقتصاد لو بنش ماركين، يعني هذه المقارنه هذه، ثم يحدد ثمن المصنع انطلاقا من ثمن المصنع. كنمشيو صعودا، عندنا هامش الربح الموزع ثم هامش الربح الصيدلي، المجموع ديالو 57%، وكما قلت هذا واحد المجموع تراكمي، يعني الصيدلي لا يستخلص 57%، وانما انا غادي نجي نشوف شنو، انا غادي نطرق شنو كيستخلص. اذا هذه الطريقه التحديد هو المرسوم 2013. الان نمر هذا تحديد هامش الربح الصيدلي او ما هي المداخل ديال الصيدلي. اذا مداخل الصيدلي ترتكز اساسا، بالنسبه لنا في المغرب، ترتكز اساسا على هامش الربح. حينما اقول هامش الربح هو هامش الربح الخام. حنا الاشكال فين كيتطرح في التقرير هو انه كنشوفوا مقارنات، والمقارنه لا تصح، يعني في اطار وجود اختلافات شاسعه بين الواقع ديال الممارسه المهنيه عندنا حنا وفي دول اخرى. الى خديت مثلا فرنسا على سبيل المثال، القاعده الفقهيه او قاعده المنطق اللي تبناها الفقهاء القياس كتقول لا قياس مع وجود الفارق او لا قياس مع الفارق. دابا حنا فرنسا
شحال معدل رقم المعاملات في فرنسا، شحال معدل رقم المعاملات في المغرب؟ في المغرب يعني هو يحشم الانسان يقوله 700 الف درهم، ويمكن نقول 800 الف درهم، بمعنى ان 800 الف درهم الا طبقني عليها هامش الربح الصافي اللي غادي نبين من بعد شنو الربح، هامش الربح الصافي، قالت لها الصيدلي اللي يصل الى رقم المعدل رقم المعاملات يتقاضى واحد 4500 درهم 5000 درهم، بعد ما قضى 6 سنين من بعد البكالوريا ويمكن 7 سنين في الدراسه والتحصيل، عمل كريديات، عمل بزاف ديال الامور. اذا باش هذا فرنسا معدل رقم المعاملات قد يصل الى في أسوأ الاحوال الى 15 مليون درهم ديالنا حنا، 15 مليون درهم طبقتيها على 5% ضرب الحساب وشوف شحال كتجي، فرق شاسع. ثم الاستهلاك الفردي من الادويه في المغرب وفرنسا ما كاينش مقارنه، في المغرب 400 درهم وما يزيد عن 400 درهم تقريبا، لا يصل الى 500 درهم، فرنسا يقارب 5000 درهم مثلا. ثم هناك التعويضات التي يتقاضاها الصيدلي في فرنسا ليست مقارنه بينها وبين ما يتقاضى الصيدلي في المغرب، فلهذا المقارنه لا تصح. حنا خلينا نشوف في الواقع ديالنا ونشوفوا هذا الصيدلي، سؤال هل يتقاضى اكثر مما يستحق ام لا؟ والجواب على هذا السؤال هذا باش نكون واضح ونكون يعني ما يكونش لغه الخشب، غادي نقولوا بالضبط شنو كيتقاضى وشنو كياخذ. ولا المتلقي المواطن الكريم شاف بان الصيدلي بعد هذا التفصيل اللي غادي نعطيه يتقاضى اكثر مما يستحق فله الحق في ذلك. دكتور بغيت نضع نفس الصوره، المداخل ديال الصيدلي والمصاريف والارباح اللي كتبقى. المداخل تتلخص طبعا، هنا اتكلم عن المداخل يعني المدخول الخام، يرتكز اساسا على الهامش، يعني لا وجود لاي تعويض من اي نوع كان بالنسبه للصيدلي. اذا الهامش الخام كيف ما حدد المرسوم 2013 اللي هو المعدل ديالو، يبغي ناخذ واحد المعدل لان 33 هذا 30 مبلغ جزافي الى اخره، نحدوه في واحد 30% تقريبا، هاد 30% هو اللي هو هامش خام. طبعا المقاوله اللي هي الصيدلي عندها مصاريف، عندها مصاريف الاجور. الاجور اللي حنا دابا غنوضعوا في الصوره الصيدليه اللي هي في المعدل الوطني رقم المعاملات اللي هو 700 الف درهم، نقولوا 800 الف درهم مثلا ولا 900 لنفرض في هاد لا ترونش، هادي غادي يكون عنده مستخدم او مستخدمين، الكتله ديال الاجور ديال هاد المستخدمين او مستخدم مع السي ان اس اس مع هذا كتوصل لواحد القدر اللي هو من 5 ل 10% حسب الصيدليه، اللي نقول حنايا واحد المعدل 8% بالنسبه للاجور، طبعا هذا غير بايجاز. ثم هناك مصاريف مختلفه، عندنا الكراء، الكراء طبعا كاين الصيدليه اللي عند الكراء يمكن التكلفه ماشي كبيره بزاف، ولكن هذاك راه غادي يكون ادى ثمن كبير باش يمكن له يعني ياخذ ذاك المحل، عاد يخلص واحد الكراء اللي هو رمزي، ولكن الاغلبيه الساحقه الان هي كتخلص واحد الكراء اللي التكلفه ديالو مرتفعه. اذا عندنا الكرة يقدر يكون 4000 5000 درهم، الى عملنا في العام راه عنده تقريبا 60000 درهم. عندنا الهاتف، الماء، الكهرباء، مواد التنظيف، مواد التلفيف، اليوم كنشريو ب 28 درهم الكيلو اللي هما لي ساشي دومبالاج وهذا، فكاين عده امور اللي هي كتكلف. اذا جمعنا هاد نقولوا هاد المجموعه ديال المصاريف هذه اللي تكلمت عليها دابا غنحدوها في واحد 5%، اذا حنا في 8 زائد 5 حنا في 13%. هناك ضرائب والتقارير دائما موجوده، والصيدلي من احسن المساهمين في الكتله الضريبيه، واذا الضرائب الضريبه المهنيه، الضريبه على الدخل الى اخره، نقولوا تكلف ما بين تقريبا واحد المعدل 5%. ثم هناك القروض، الفوائد، العمولات، طبعا تختلف من صيدليه لاخرى، كاين اللي عنده تمويل ذاتي، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده قروض بزاف الى اخره. هاد العمولات والفوائد نلخصوها في واحد القدر تقريبا ديال 3%. الخلاصه، لا اسمحوا لي، كاين واحد النقطه مهمه بزاف كنسميها دائما المختلفات. شنو هي المختلفات؟ كاين مثلا ديون عند المواطنين ما لا 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 يتم استخلاصها، مساله عاديه موجوده. ثم هناك ادويه منتهيه الصلاحيه، كاين واحد الكوطه راه ما كيسترجعوش منك جميع اصناف الادويه لا، فهناك واحد الكوطه اللي هو ماشي كبير بزاف، بالتالي كتبقى ادويه اخرى. وهنا كاين مشكل كبير اللي هو ديال الادويه الجانسه، لان كاين ادويه كثيره اللي كتوصل لتاريخ الصرع الى اخره.
فهذه مختلفات في هذه المسائل كامله، يمكننا نحدوا هذه المختلفات هذه في 1.2%. الخلاصه ان هذا الهامش اللي انطلقنا منه وشفنا هذه المسائل هذه المصاريف على اختلاف انواعها، سنخلص الى هامش صافي قدره 8%. هادشي راه بالارقام يعني ما حتى شي حاجه ما كنعطيها من عندي يعني مبالغ فيها. دابا هنا غير كنعطي امور تقريبيه ولكن هي الواقع. اذا هاد 8% غادي نرجعوا رقم المعاملات، معدل رقم المعاملات اللي هو 700000 درهم. الا كان 700000 درهم راه واحد الهامش الربح اللي هو 500000، زول منه هادشي كامل، شحال غادي يبقى لهاد الصيدلي؟ يمكن لا يتقاضى شهريا باجر 4500 درهم 4600 درهم مثلا. الناس اللي ما كيوصلوش للمعدل الوطني في رقم المعاملات ما اعتبرهم في عدد المفقودين. دابا الانسان ما وصلش لهذا المعدل، كيفاش غيمكن له يتكلم على الربح ولا على الدخل؟ هذا اش غادي نقولوا؟ والاغلبيه الساحقه تدور في فلكي ديك المعدل تفوته بقليل، يعني ما كنبقاو ماشي بعاد من هاد الارقام اللي قلت. اذا دابا المعطى هو هذا الدخل الهامش الخام، خلصنا الى هامش يعني صافي. أرى نشوفوا الان هاد الهامش هذا ماذا يمثل. ذلك دكتور الشروحات اللي عطيتينا، الدخل اللي بقى اعطينا الشروحات ديالو باش نفهموا اكثر بلغه بسيطه. طيب اذا حنا قلنا هاد الصيدلي اللي درس 6 سنوات بعد البكالوريا الى 7 سنوات عنده واحد المجموعه ديال الامور كيقوم بها. غادي نشوفوا نعملوا اسيدي فواحد الميزان، واحد الكفه غادي نعملوا بها الشيء اللي كيقوم به هذا الصيدلي، الشيء اللي كيقدمه للمواطن، وفي كفه اخرى واحد المدخول اللي بقى له قد يصل الى 4000، قد يصل الى 5000، قد يصل الى 7000. الصيدليات اللي هما فايتين المعدل الوطني، وغادي نشوف واش هل يتقاضى الصيد. دائما انا كنطرح هذا السؤال، هل يتقاضى الصيدلي اكثر مما يستحق ام لا؟ هذا هو السؤال، وما نحسموا فيه الا اللي عطينا هذه المعطيات هذه. طيب اش هذا الصيدلي شنو اللي يمكن يقدم؟ شنو؟ طيب اولا يضع رهن إشارة المواطن فضاء صحيا واجتماعيا يلجونه دون موعد مسبق وبشكل مجاني، ما كيخلص حتى شي حاجه. بمعنى هذا الفضاء هذا راه تسلف الفلوس من لابونك، واحد عدد الاجراءات باش تحافظ على ديك الفضاء، يعني كاين واحد التكلفه الى اخره، باش المواطن اولا كيجي ماشي بالضروره باش ياخذ الدواء. المواطن يلج هذا الفضاء للاستشاره لبزاف الامور، حنا غادي نفصلوها. اذا هذه النقطه الاولى، هو يضع هنا اشاره المواطن هذا الفضاء هذا اللي هو صحي واجتماعي. كاين امور اللي هي تتعلق بالصحه وكاين امور اللي هي اجتماعيه. طيب النقطه الثانيه استقبال المواطن. انا اقول مواطن ما تكلمش على المريض، المواطن استقبال المواطن والاستماع اليه والتخفيف عنه والترويح عنه. فبزاف الامور يعني الانسان كيقدر اليوم الى حسبت لك نقدر ان اي صيدليه مشى الانسان يجلس فيها ساعتين ويشوف شحال من واحد غادي يسولك فين جا الطبيب الفلاني، شحال من غيسولك فين جات الاداره الفلانيه، شحال من غادي يسولك على العدول، شحال من غادي يسالك على الفوتوكوبي فين جا، الى اخره الى اخره. اذا هو مكتب الارشادات. اجي يا سيدي غادي يجي السيد دايز سمع في الاخبار في الصباح بان شرب الماء بكثره يؤثر حقا شي حاجه من هذا القبيل، يقول لك هادشي اللي سمعت فيه مشكل كنشرب الماء. اول حاجه الفضاء اللي هو قريب واللي يمكن له يسال هو الصيدلي، يجي يبقى معك ساعه المكانه. اهلا، حنا نتشرف بذلك. انا ماشي كان بالعكس، راه انا احيي الاخوات الصيدلانيات والاخوان الصيادله والاخوات مساعدات الصيادله والاخوان مساعدي الصيادله. راه غادي نقول لك هاد الناس هادو عندهم اسرار، يعني كم هائل من اسرار المواطنين هم مؤتمنون عليها. اش غادي نقول لك؟ كيعاونوا الناس، كيتكلموا معاهم، كيرشدوهم. فنحن بالعكس هذا فخر، هذا فخر ما بعده فخر. طيب اذا احنا باقي دابا في هذا الشق هذا اللي هو كنقولوا الانسان كيستقبل المواطن كيرشدوه الى اخره. نجي نقطه اخرى في غايه الاهميه، ما هي المسؤوليات؟ راه الصيدليه تحمل المسؤوليه باش كيامن ديك الدواء في ظروف معينه، باش ديك الوصفه تصرف في ظروف معينه. وهنا نفتح واحد القوس نقول بان الوصفات مثلا راه ماشي مشكل كاين غير الكتابه بحال اللي كيظن البعض، كاين المشكل الكتابه ومشكل عويص. وراه نوريك كاين مجموعات في الواتساب
اللي هما خاصين بمناقشه الوصفات بين الصيادله. راه العشرات الى نقول المئات من الوصفات اللي كتدخل في هذه المقاعده واللي كيتم النقاش ديالها. كاين مشكل طبعا بوضوح الخط الوصفه، كاين مشكل هو كاين وصفات مكتوبه بلا بريمون ولكن فيها ادويه فاتت القدر الاقصى اللي خصك تفوت. الطبيب من حقه يمكن يكتبها، ولكن باش غادي نعرفوا واش هذاك هو القصد ولا، خصنا نتصلوا بالطبيب ونضبطوا مع هذه المساله هذه. فكاين بزاف ديال الامور. صرف الدواء راه ماشي واحد العمليه اللي هي عمليه البيع، لا علاقه للصيدلي بالبيع، انما هو يصرف الدواء. وجيت انا قضيه المسؤوليه، وفي ذلك يتحمل مسؤوليات تاديبيه زجريه بل وجنائيه في الكثير من الاحيان، وهنا انحلال القانون ديال 1922 فيما يخص المواد السامة الى اخره. اذا انا ماشي في السلسله، وصلنا لصرف الدواء، المسؤوليات اللي كيتحملها. نقطة أخرى مهمة اللي هو صعوبة الممارسة المهنية عندنا. فين كتجلى الصعوبة؟ الصعوبة كتجلى أنك يقدر يجيك ولد صغير عنده أوردونوس، إنسان كبير غير مصيفطينه، أو ولدي ديال من هادي؟ شي واحد كبير صغير وأنا غير صيفطوني مثلا، أو لا العكس، يقدر يجي راجل يقول لك أبدي أعطيني هاد الدواء للدراري، الدراري يقصد ويا والزوجة. فكاين خصوصيات في المجتمع خصك الى اخره. انا هنا غير باش كنبرز راه صرف الدواء والعمل الصيدلاني راه ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه كيتصور الانسان هاك ارى دون دخول في المضمون د الوصفات. كيجيك السيد مثلا مشى عمل كونسلطاسيون في الرباط ولا في مدينه اخرى في مستشفى كبير معروف او في هذا، حتى كيوصل كيمشي ياخذ دواء من واحد الصيدليه، كاين شي يقول لك ودي انا نسيت ما قلتش للطبيب بان كنت خديت واحد الدواء عطاه لي الطبيب هنا وكان عمل لي واحد الحاله ديال هذا وعمل لي. طيب فين غادي نجبروا هذا الطبيب؟ عيطوا له ما كاينش. اذا دائما كنكونوا امام بزاف المرات كنكونوا امام واحد الوضعيه اللي هي تتطلب الحذر وتتطلب الحكمه باش تحل هذا المشكل هذا، ان السيد خصو يبدا العلاج في نفس الوقت يمكن له شي يبدا الى اخره. طبعا اذا جينا نفصلوا راه خص وقت طويل بزاف باش نفصلوا. اذا هذه المسؤوليات وهذا العمل اللي كيقوم به دون ان ننسى مساله اخرى اللي هي اجتماعية محضة، اللي هي صرف الدواء بالدفع المؤجل. اللي هو العدد الكبير المواطن اللي كيدخل الصيدلية كيقول لك ابدي اللي كان عندي نزلته في الراديو في هذا وفي هذا وكذا شيء ما بقى لي دابا صبر عليا. إلا خدينا واحد الرقم بسيط جدا، عدد الصيدليات في المغرب يناهز 12000 مثلا. إذا قلنا في كل مرة كنجيو نقولوا باش نختموا الحسابات السنة 31 جوج جانبي، غنشوفوا هاد الصيدليات كل واحد شحال كيسال المواطن. واحد غيكون 5000 درهم، واحد 50000 درهم، واحد 20000 درهم، واحد الى اخره. واذا عملنا غير معدل 20000 درهم وعمل 20000 درهم في 12 صيدليه، شحال من مليار ديال السنتيمات اللي الصيدلي يقدمها كتسهيل للمواطن لا يتم الاعتراف بها. فاذا اللائحه طويله جدا. إذا عملنا في الميزان هذا الشيء هذا كامل وعملنا ديك 8% اللي كتعطي في الكثير من الأحيان 4000 درهم و 5000 درهم وبلا ما نذكر هذوك اللي قلت لك في عدد المفقودين ما عرفش شحال كياخذوا، فهمتي كيفاش؟ فأترك الحكم للمواطن الكريم.